تعالوا نعمل وصفة حرشة من بتاعت أيام زمان يا جماعة، بتاعت ستي وستكم. هننزل بسمنة في الحلة، وأول لما تسيح ننزل بكوبايتين رز مش مغسولين، وهننزل بكوباية عدس أصفر مغسولة، وهنبتدي نقلب لغاية ما يبتدوا يسخنوا، وهنحط بهار واحد فقط. في ناس بتحط كذا بهار، أنا بحب أحط ملح أبيض فقط. وأول هنروح مقلبين الملح بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، وأول لما الرز يبتدي يسخن معانا يا جماعة هنروح نازلين بمقدار المية بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده، وعشر دقايق على نار عالية، وهنروح مديين تقليبة، وبعد كده نوطي النار ونسيبه يستوي على مهله. هنعمل تاني حاجة بقى في الوصفة دي، هننزل معلقة سمنة وشوية ثوم مفرومين، وأول لما نشم ريحتهم هنروح طافينهم بخل أبيض زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنروح نازلين عليهم بعصير طماطم مضروبة في الخلاط بس كده، هنسيبهم يتسبكوا. وهنا برضو أنا ما بحبش أحط بهارات كتير، بحب أحط حاجات بسيطة، هنزل بملح أبيض وفلفل أسود شكرا. هبتدي اقلبهم واروح سايبهم يتسبكوا. هنعرف ازاي ان هم اتسبكوا؟ اول لما السمنه او الزيت يعوم على الوش. ده الرز يا جماعه بعد ما استوى مفلفل والبخار طالع منه وحاجه شكلها مغري خالص، وادي الصلصه اتسبكت بتاعتنا والسمنه عامت على الوش. نعمل اخر حاجه بقى في الوصفه دي يا جماعه، واهم حاجه اللي بتدينا بروتين اصلا في الاكله دي وفي الوجبه دي، معلقه سمنه بلدي، وهنروح مزعللين او مزغللين او مدحرجين. قولوا لي يا جماعه هي اسمها مزغلله ولا مدحرجة ولا مزعللة؟ هنبتدي بقى نغرف الطبق بتاعنا. هنحط الرز، شايفين رز مفلفل ازاي يا جماعة؟ هنحط الرز وهنروح نازلين على الرز ده بشوية الصلصة الجمال اللي احنا عملناهم، وبعد كده نروح نازلين بالبيض المدحرج اللي هو مسلوق ومدحرج او معرفش مزغلل او مزعلل حسب انتوا بتقولوها ازاي، قولوا لي الصح ايه برضو. بس كده بالهنا والشفا، وصفة جميلة وحرشة، وممكن تتاكل الصبح وممكن تتاكل الظهر وممكن تتاكل بالليل بالهنا والشفا.